معرض التجارة والصناعة بمدينة إسكشهير. إسكشهير معناها المدينة القديمة، إسكي قديم، شهير هي المدينة. من بين الوجبات التركية المشهورة في المنطقة الكفتة التي تقدم بين الخبز. أودنبازار إفلري هي مجموعة من البيوت ذات الطراز القديم والملونة والبالغ عمرها الكثير من السنين. تحتوي على الكثير من المتاحف والمتاجر التي تبيع الهدايا والأشياء السياحية للسياح. أترككم مع بقية الفيديو، استمتعوا.
Kapıyı çekiyorum. Bak orada istediğin kolyeler molyeler var mı? Daha güzel.